كنت فاكر في البداية إن استعمالها بتوقف على الأعمال الحربية فقط، بس بعد كده اكتشفت إن ليها يعني أغراض تانية كمان، زي مثلا ممكن تستعمل في الحياة البرية في الصيد، وكمان في الأفلام الوثائقية، يعني لأنها كمان عندها القدرة إن هي تشوف على بعد مسافات كبيرة جدا بالليل، وكمان تشوف الإضاءة واضحة جدا. لما أجي أشغلها لازم أنتبه ليه حاجة معينة. أولا دي لازم تقفل، يعني لازم تقفلها بالشكل ده، وبعد كده بتيجي على الزرار اللي موجود هنا بتضغط عليه لمدة 3 ثواني، وبعد كده تحطها في العين عندك بشكل، يعني تضغط جوه، شايفين انتوا الشكل ده كده، تشوف الإضاءة، تشوف الشكل الخارجي واضح. لمدة 3 ثواني بتبدأ الكاميرا جوه تفتح معاك وتشوف كل حاجة واضحة، وبعدها تبدأ تعدل من فوق من هنا على الحاجات اللي انت عايزها، الخصائص اللي انت عايزها. كمان في حاجة كمان، لو انتوا حابين تغيروا، يعني مثلا تكبروا المسافة ابعد او كده، تستخدموا من ضمن مزاياها ان هي ضد المية، ممكن استعملها في الطقس الممطر الشديد وما يحصلهاش اي حاجة، ممكن احطها في المية وكمان ما يحصلهاش اي حاجة. وكمان من ضمن المزايا اللي هنا عجبتني انا شخصيا ان هي فيها واي فاي، يعني من خلال السيتنز ادخل واضبط الاعدادات وبعد كده اربط التليفون بالنظارة دي، وتبعت لي لما اجي اصور او اي شيء بتبعت لي الفيديوهات على التليفون. اعتقد دي من ضمن الحاجات الجميل. اليوم نشو نجربو سكوب زلنا، خليكم معانا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي وصلنا للغابه ان شاء الله، ومفروض الساعه دلوقتي كام؟ 10 بالليل اعتقد. وغرضنا الاساسي النهارده ان شاء الله نكتشف السكوب ده ايه قدراته، وهيشوف يعني الرؤيه الليليه بتاعته ايه. عادي يس اي كان سي يو ايجوز. ايه احساسك؟ طيب ايه احساسك؟ احساس رهيب. عم بشوف هناك في قرد على مسافة بعيدة. شايف كل حاجة وعلى مسافة بعيدة. عادي امشي كده، حاولي تمشي. The lamps فيصل علوي. اللامبس. Yeah. Yeah. How do you feel؟ أحلك الجسم تماما. اسكت. شكرا. انت شايف مين دلوقتي؟ ايش الدقة هذه الوضوء؟ شوف له داخل احمد، ايوه ما شاء الله والله. لا هذا خيال. أول مرة أشوف أحمد في الموضوع هذا، لكن بجد. تعرف لما بتيجي تحطها تحس تشوف الناس، تشوف العظم بتاعهم، تشوف الهيكل بتاعهم، الهيكل العظمي بتاعهم، فده حاجة غريبة جدا. مميزات كتير جدا، ممكن لو انتوا حبيتوا تعرفوها ممكن تتواصلوا معايا على انستجرام او على الفيسبوك، وان شاء الله تعرفوا معلومات اكتر واكتر. وفي اخر الفيديو اتمنى لحضراتكم كل خير ان شاء الله، واتمنى يكون الفيديو كان مفيد لحضراتكم واستفدتوا منه حتى لو معلومة صغيرة، وان شاء الله نشوف وشكم على خير. سلام، تشاو، باي باي.